بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها أحبة في الله، نلتقي اليوم مرة أخرى في لقاء الحامس لمواصلة دراستنا في إعراب القرآن الكريم قبل يوم. والآن ننتقل إلى آية السابعة من سورة الفاتحة. إذا فاسمعوا جيدا، سأقرأ لكم آية السابعة منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط بدل من الصراط، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا بدل كل عن كل. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أنعمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. عليهم على حرف جار مبني على السكون. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالحرف غير. نأت للذين مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. المغضوب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. عليهم على حرف جار مبني على السكون. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالحرف. وشبه الجملة في محل نسب نائب عن المفعول المطلق لاسم المفعول المغضوب. ولا وحرف عطف مبني على الفتح. لا حرف نفي زائد لتأكيد مبني على السكون. الضالين معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.